الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى عبر قناتنا قناة المقهى الرياضي. هذه المرة نلتقي معكم في حديث مقتطب حول أرقام بايرن ميونخ وبرشلونة، يعني ليس هو تحليل وإنما قراءة في أرقام اللقاء. بايرن ميونخ وبرشلونة كانت النتيجة كبيرة، كانت النتيجة قاسية جدا على برشلونة، أكيد ستكون لها تبعات كثيرة وكثيرة جدا، لكن الشيء الملاحظ هو أنه في مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف قنوات الرياضية وفي مختلف منصات الانترنت الجميع يتحدث فقط عن سبب خسارة برشلونة، عن كيف خسرت برشلونة وماذا ينتظر برشلونة، وكأن الفريق الذي فاز بطريقة عشوائية، فاز بطريقة يعني ليست منطقية. أعتقد أن هناك انتقاص كبير جدا من فريق بايرن ميونخ وفوزه التاريخي والأسطوري الذي لم يحصل طوال تاريخ دوري أبطال أوروبا. هو ليس فوز عادي، ليس فوز سهل، حتى نقول أن برشلونة ليس في يومه، حتى نقول أن برشلونة ليس في مستواه. لماذا؟ لأنه لو كان فريق ضعيف وفريق في غير مستواه النتيجة تكون ممكن 4 ممكن 5، والدليل سوف نراه الآن أمامكم حول نتائج بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ونتائج برشلونة قبل لقائه بايرن ميونخ. هل حقا برشلونة كان يخسر بنتائج كبيرة قبل أن يواجه بايرن؟ هل حقا برشلونة كان خسر أكثر من مرة بثماني أهداف؟ أم أن بايرن ميونخ كان جبارا وكان عملاقا في اللقاء؟ هذا ما سنراه الآن وبعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. بايرن ميونخ قبل لقاء برشلونة في دوري أبطال أوروبا في دوري المجموعات واجه فريق النجم الأحمر البلغاري أو عفوا الصربي وفاز عليه ب3-0، ثم انتقل إلى لندن وفاز على توتنهام بنتيجة ساحقة جدا 7-2، ثم انتقل إلى أولمبياكوس وملعب أولمبياكوس الصعب جدا، جمهور صاخب، جمهور حماسي جدا، فاز بايرن ميونخ رغم ذلك ب2-2. استقبل بعدها أولمبياكوس وفاز عليه ب2-0، ذهب إلى بلغراد وفاز على النجم الأحمر بسداسية نظيفة، ثم استقبل توتنهام وفاز عليه ب3-0. في دوري 16 بايرن ميونخ ذهب إلى ستانفورد بريدج فأمطر شباك تشيلسي ب3 نظيفة وأعاد استقباله في الأليانز أرينا وضيفه برباعية مقابل هدف. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن بايرن ميونخ يلعب في دوري الأبطال وكأنها في بيته، وكأنها يعني بطولة سهلة جدا يلعب فيها، وكأنه يلاعب فرقا من دون تصنيفه، فرقا أقل منه بكثير، لم يجد أي صعوبة، بل مباريات دوري أبطال أوروبا لنكن واقعيين بالنسبة لبايرن هذا الموسم أسهل بكثير جدا من مباريات البوندسليغا. بايرن يعاني في البوندسليغا مع أكثر من فريق. بايرن لعلمكم هذا الموسم خاسرة مع فرانكفورت بخماسية مقابل هدف. فبايرن ميونخ ليكن في علمكم أنه مع نتائج دوري المجموعات كما ترون نتائج قاسية جدا على خصومه، نتائج 6 انتصارات كاملة. بايرن ميونخ في هذه الأثناء كان يقبع في المركز الخامس في الدوري الألماني، والدليل على ذلك أنه أقال مدربه كوفاتش قبل نهاية النصف الأول من الموسم. إذن بايرن ميونخ في دوري الأبطال لعب ثمان لقاءات، فاز في 8 لقاءات، هجومه سجل 31 هدفا ودفاعه سجل 6 أهداف، يعني بمعدل 4 أهداف في كل لقاء. هل كل هذا الجبروت ثم نقول نتيجة 8 نتيجة عادية والسبب هو فوز بايرن هو ضعف برشلونة؟ حدث العاقل بما يعقل. فيما يخص برشلونة، هل حقا برشلونة ضعيف؟ هل حقا برشلونة فريق هاوي؟ هل حقا برشلونة يلعب بلا لاعبين كبار؟
الآن ما ترون أمامكم أنه برشلونة في دور المجموعات كان في مجموعة نستطيع أن نقول أنها صعبة في ذلك الوقت سميت بالمجموعة الحديدية. لماذا سميت بالمجموعة الحديدية؟ لنذكركم فقط أنه في النصف الأول من الموسم دورتموند كان يتصدر الدوري الألماني والإنتر كان يتصدر الدوري الإيطالي. رغم كل هذا برشلونة تعادل مع دورتموند في الأليانز أرينا بصفر مقابل صفر، ثم فاز على الإنتر بهدفين مقابل هدف في الكامب نو، ثم فاز على سلافيا براغ بهدفين مقابل هدف في التشيك، ثم تعادل معه في كامب نو بصفر مقابل صفر، وفاز على دورتموند في نيو كامب بثلاثية مقابل هدف، وفاز في ميلان على الإنتر بهدفين مقابل هدف. نتائج لا تنم إطلاقا على أن برشلونة فريق متواضع، لا تنم إطلاقا على أن فريق برشلونة فريق ضعيف جدا. نعم برشلونة هذا الموسم فريق متوسط، فريق به مشاكل عديدة في مختلف الخطوط، ولكن تبقى شخصيته، يبقى اسمه، ويبقى لاعبوه الذين يمتلكون جودة كبيرة وكبيرة جدا. في دور 16 برشلونة تعادل مع نابولي في نابولي، ثم في الإياب فاز عليه بثلاثية مقابل هدف. إذن برشلونة ليس فريق ضعيف، برشلونة ليس فريق هاوي حتى يخسر بالثمانية ونقول أن الأمر عادي. يعني عندما تخسر بالثمانية يعني أن من واجهت ليس فريق عادي، وليس لأنك فريق ضعيف. نعم برشلونة فريق ضعيف، ولكن مع ضعفه واجه فريقا غير عادي فلم يرحمه وقصفه وقهره وأذله بنتيجة ساحقة جدا. 8 أهداف ليست بالنتيجة العادية في مثل هذه الأدوار، في مثل هذه المنافسة والتي هي دوري أبطال أوروبا. برشلونة منذ مجيء سيتيان إلى برشلونة في بداية يناير 2020 أي مطلع هذا العام لعب 19 لقاء، فاز ب 13 لقاء، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 3 لقاءات. أي أن برشلونة نعم في دوريه متسلط، في دوريه رغم ذلك يفوز ويفوز ويفوز ويفوز، ثم يتعادل ويخسر، ثم يعود ليفوز ويفوز ويفوز. برشلونة فاز مرتين ب5 أهداف مقابل صفر، وأسوأ خسارة لبرشلونة لم تكن 8، لم تكن 7، لم تكن 6، بل كانت 2-0 أمام ريال مدريد. هذا هو برشلونة الذي واجه بايرن ميونخ قبل الثمانية الأسطورية. الآن مع تشكيلة بايرن ميونخ. بايرن ميونخ دخل هذا اللقاء بالتشكيلة التالية: نوير في حراسة المرمى، في الدفاع كل من كيميتش، بواتينغ، آلابا ودافيدز ألفونسو، في الوسط تياغو، غوريتسكا، وأمامهم توماس مولر، على الأجنحة كما هو محتاج غنابري وبيريسيتش، وفي الهجوم ليفاندوفسكي الهداف هداف البطولة. تنقيط المباراة كان أو تنقيط اللاعبين خلال المباراة كان على النحو التالي. الآن سنرى من اللاعبين كان تنقيطه جيدا، من اللاعبين كان تنقيطه سيئا. نوير كان تنقيطه 7.1، كيميتش 9.5، بواتينغ 6، ألابا 6.4، ألفونسو 8.3، في الوسط عندنا غوريتسكا ب 8.3، تياغو ب 7.2، مولر يعني نقطة كاملة 10/10، غنابري 8.6، بيريسيتش 7.6، ليفاندوفسكي 9.5، في حين الاحتياطيين سولو 6.4، هيرنانديز 6.8، توليسو 6.3، كومان 6.9، وكوتينيو 8.6. رغم أنه دخل آخر 10 دقائق، ولكن تسجيله للهدفين وفعاليته أمام المرمى أعطته هذه النقطة رهيبة جدا، وهي ثالث نقطة في النقاء بعد مولر، ليفاندوفسكي وكيميتش. إذن كما تشاهدون النقاط ممتازة جدا، هذا ما يدل على أن اللاعبين سيطروا على اللقاء، كل اللاعبين كانوا ممتازين، فقط عندنا ألابا وبواتينغ نقاطهم ضعيفة نوعا ما. لماذا؟ لأن ألابا سجل في مرماه وبواتينغ مع ألابا تلقوا هدفين، فمن الطبيعي أن يكون التنقيط ليس بذلك التنقيط الكبير. فكما تعلمون تنقيط هذه المواقع يعتمد كثيرا على ما هو ظاهري
ولا يعتمد بنسبة كبيرة جدا على ما هو باطني وما يؤديه اللاعب في منظومة اللعب وفي توجيه اللعب في الملعب. إذا نقول هنا أن مولر كان نجما خارقا فوق العادة وتحصل على 10 على 10، كان يعني لاعب مقلق هجوميا، لاعب يساند دفاعيا، لاعب يضغط في الوسط ويزيد في كثافة خط الوسط. الآن نتكلم عن مناطق الضغط الهجومي، مناطق صنع الهجمات وبنائها. كما تشاهدون هناك 36% على الجهة اليسرى، كانت هناك هجمات بايرن مركزة بنسبة 36%، في الجهة اليمنى كانت بنسبة 31%، أما في الوسط من الوسط جاءت الهجمات بنسبة 33%. هنا تلاحظون أن بناء الهجوم، أن بناء اللعب كان عبر أطراف الملعب كافة ولم يتركز على جهة معينة. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن وسط البايرن كان فعال، يعني أن أظهرة البايرن كانوا يشتغلون بطريقة صحيحة جدا، كانوا فعالين هجوميا ودفاعيا. يعني أمر آخر أن أظهرة بايرن كانت نائمة تماما ولا ظهير، يعني عندما تجد ظهير يؤدي في مباراة في القمة يؤدي أدواره بطريقة ممتازة جدا بطريقة اعتيادية، تجد أن هجوم الفريق الخصم يتركز على الجهة الأخرى. ولكن ما نراه الآن هو توزيع الهجمات على كامل وكافة أرجاء الملعب. هذا يدل على أن بايرن كان حاضر في كل مراكزه، اللاعبين بكل مراكزهم كان حاضرين، فيما لاعبي برشلونة كانوا غائبين، أو لنقل بطريقة صحيحة لاعبي بايرن ومنظومة فليك هي من عطلت لاعبي برشلونة، يعني اللاعبين في كل مراكزهم وفي كل المناطق. يا هذا ما يدل على أن بايرن عبث ببرشلونة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والنسب المئوية أمامكم تعبر عن نفسها. التسديد نحو المرمى، بايرن ميونخ خلال هذا اللقاء سدد 19% من تسديداته، أو حاول على المرمى في بنسبة 19% من داخل منطقة الست أمتار، وهذا أمر غريب جدا. يعني أنت فريق برشلونة، كيف لهجوم أو لمهاجمي بايرن ميونخ أن يدخلوا إلى منطقتك بنسبة 16%؟ هذا ما يدل على أن بايرن اكتسح برشلونة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 62% من محاولات بايرن كانت داخل منطقة 18، أما النسبة المتبقية وهي 19 كانت بنسبة 19 هي كانت خارج منطقة الجزاء. هذا يدل على أن دفاع برشلونة كان هش، دفاع برشلونة ضعيف، بايرن ومهاجميه استطاعوا أن يخترقوا هجوم البرسا بسهولة تامة، وإلا فكيف نفسر أن محاولات بايرن خارج المنطقة كانت قليلة؟ الهجوم أو الدفاع عندما يكون مكثف، عندما يكون هناك دفاع منطقة منظم ومتكتل، فأنت تحاول من خارج منطقة الجزاء يعني توزع تسدد، ولكن أنت بنسبة 62% داخل منطقة الجزاء و19% داخل منطقة 16، يعني أن بايرن ميونخ محاولته كانت كلها داخل منطقة الجزاء. هذا ما يدل على أن مهاجمي بايرن ولاعبي وسطه كانوا يجدون سهولة تامة في اختراق خط وسط برشلونة ودفاع برشلونة، ويضربون ظهر الدفاع البرشلوني بسهولة تامة جدا. نتكلم الآن عن مناطق اللعب أو أماكن تمركز اللعب. نرى أنه منطقة برشلونة أو الثلث الأخير أو الثلث الأخير للملعب وهو منطقة برشلونة، اللعب تركز بنسبة 36%، في حين في مناطق بايرن في ثلث بايرن اللعب تركز بنسبة 21%، أما في خط الوسط فاللعب تركز بنسبة 34%. هذا يدل على ضغط بايرن على برشلونة طيلة اللقاء. هذا يدل على أن اللعب في مناطق بايرن لم يكن
بوقت كبير، لم يكن في مساحة كبيرة، كانت فقط مجرد هجمات معاكسة، مجرد كرات طولية، لأن وسط الميدان كان يعني خانق بايرن ميونخ، خانق برشلونة، لم يستطع بناء لاعبه في مناطق بايرن. نشاهد أن برشلونة لا يعني كل لاعبه كان إما في مناطقه وإما في وسط الملعب، بينما نسبة كبيرة جدا هي 21% تكون أغلبها لبناء بايرن ميونخ للهجوم وليست لهجمات برشلونة. إذن 21% تكون قلنا أغلبها لبناء بايرن ميونخ لهجومه وبداية بناء الهجوم. في الوسط 43%، بطبيعة الحال شاهدنا أن بايرن ميونخ سيطر على الكرة، سيطر على اللعب، سيطر على الأطراف، سيطر على العمق، خانق برشلونة بكل ما تحمله كلمة من معنى، وبالتالي بايرن ميونخ سيطر كلية. كما أن نسبة 36% في الثلث الأخير لملعب برشلونة كذلك تقاسمها بايرن وبرشلونة. برشلونة لم يبني هجمات من الخلف بشكل كبير جدا، لم يمسك كرة في الخلف بشكل كبير جدا، وبالتالي فإن النسبة هذه يذهب معظمها لهجمات بايرن الذي اكتسح فريق برشلونة. توزيع اللاعبين على أرضية الملعب، أعتقد أنه من غير المنطقي أن أتكلم عن توزيع لاعبي برشلونة وهم لم يكونوا متواجدين أصلا فوق الميدان، لذا سأركز على تواجد لاعبي بايرن في الملعب. نلاحظ أن بايرن ميونخ شكل كثافة كبيرة جدا في وسط الميدان بانضمام أو بضم الجناحين بيريسيتش وغنابري. بيريسيتش سقط بين مولر وليفاندوفسكي، وغنابري تحول تقريبا إلى لاعب وسط إلى جانب غوريتسكا وتياغو ليشكلوا منطقة ضغط في خط الوسط وتفريغ الرواقين للاعبين الظهيرين كيميتش وديفيس ألفونسو، ليتحول الفريق إلى ضغط في الوسط مع لاعبي رواقين وتقدم للاعبي الدفاع ألابا وبواتينغ، مع تواجد ألابا متأخرا عن بواتينغ لتغطية المساحات التي تترك خلف ظهر المدافعين. كما أن ديفيس ألفونسو كذلك تكفل بتغطية المساحات بسبب سرعته والتغطية على ميسي، يعني تكثيف خط الوسط، يعني خنق وسط برشلونة، يعني خنق بوسكيتس وديويونغ، وبالتالي قطع الماء والكهرباء والإمدادات لميسي وسواريز، وبالتالي يموت وسط برشلونة ويموت هجوم برشلونة، خاصة أن أظهرة برشلونة ميتة تماما خاصة من الناحية الهجومية. شاهدنا أن سيميدو هجوميا لا شيء، ألبا هجوميا لا شيء، وديفيس ألفونسو عبث بسيميدو هجوميا ودفاعيا. لاحظنا أن الكرة الوحيدة التي خرجت من وسط الميدان شكلت خطورة على بايرن، وتمكن من خلالها سواريز استغلال المساحة وتسجيل هدف لصالح برشلونة، وهو الهدف الوحيد لبرشلونة، لأنه الهدف الأول سجله ألابا على مرمى. إذن نقول أن بايرن أو هانز ديت فليك اعتمد على تكثيف المنطقة في خط الوسط، على تضييق المساحات في خط الوسط لضغط لسببين اثنين، أو للحصول على نقطتين اثنين، لتضييق المساحات في وسط الميدان وخنق وسط برشلونة الذي يعتبر رئيس الفريق، وكذلك توسيع المساحات وتفريغها على الرواقين واستغلال كيميتش وديفيس ألفونسو لذلك بشكل ممتاز جدا. لا نطيل الكلام في هذا الأمر، فقلنا أن الفيديو ليس تكتيكي وإنما قراءة في إحصاءات وأرقام اللقاء، ولكن ما أريد أن أثبته أن برشلونة لم يكن له وجود أبدا في اللقاء، وبايرن قام باكتساحه بكل الوضعيات. وفي الأخير نسرد لكم بعض الأرقام في اللقاء التي تثبت وبالمليار أن برشلونة تم سحقه في هذا اللقاء. البداية بالأهداف بالنقاط، بتنقيط اللاعبين، مولر أفضل لاعب بعشر نقاط، ليفاندوفسكي وكيميتش 9.5 نقاط، غنابري وكوتينيو ب8.6 نقاط. هذه التنقيط أو هذا الترتيب خاص بال22 لاعبا المتواجدين على الملعب وليس لاعبي بايرن فقط، أي أن لاعبي بايرن تصدروا تنقيط
تحقيق اللقاء بشكل كبير جدا. التسديد نحو المرمى، التسديد نحو المرمى نشاهد أن ليفاندوفسكي قام بست تسديدات نحو المرمى، غوريتسكا قام بأربع تسديدات، بيريسيتش قام بأربع تسديدات، ثم ميسي وسواريز كل منهما قام بثلاث تسديدات. يعني لاعبي بايرن ثلاث لاعبين فقط قاموا بتسديد 14 تسديدة، وهذا أمر كثير جدا. وكذلك نلاحظ هنا أن غوريتسكا إلى جانب الأدوار الدفاعية التي قام بها قام بمجهود هجومي جبار جدا، وكان من أفضل اللاعبين في اللقاء. التدخلات كما قلنا شاهدنا أن غوريتسكا كان أكثر من سدد في المباراة أو من بين أكثر المسددين في المباراة، هو كذلك أكثر من تدخل أكثر من تدخل في اللقاء بثلاث تدخلات، كيميتش بتدخلين، ليفاندوفسكي بتدخلين، ألابا وسيميدو بتدخل واحد. وهنا كذلك لا نهمل الجانب الدفاعي لليفاندوفسكي إلى جانب تألقه هجوميا، ضغطه في الثلث الأخير لبرشلونة وتسجيله للأهداف وتسجيله لهدف وتمريره لعديد الكرات المراوغات. دافيس ألفونسو قام بخمس مراوغات، هذا اللاعب الصغير، هذا اللاعب الرهيب الذي أشعل النار في فريق برشلونة بكل ما تحمله الكلمة، وجعل الرواق الأيسر باسمه، قام بمجهود جبار، قام بخمس مراوغات، تيابو قام بثلاث مراوغات، غنابري قام بثلاث مراوغات، ثم ميسي وديونغ من برشلونة قاموا بثلاث مراوغات. إذن هذه الأرقام توضح لكم السيطرة الكبيرة جدا لفريق بايرن ميونخ على أجواء اللقاء. نشكركم على المتابعة، نشكركم على صبركم معنا، ونلتقي في المرات القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.